الحكم والسلطة ممكن يأثروا على ناس كتير. شخصية النهاردة هو إمبراطور روماني. بيقول المؤرخين إن شعبه في أول شهور لحكمه كانوا عايشين في الجنة، ولكن كل ده هيتغير وهيبقى أكبر طاغية شافوه أو حتى سمعوا عنه، وهنشوف جنون السلطة والعظمة في أبشع صورهم، ما بين القتل وسرقة واغتصاب ومجازر جماعية. وقال لشعبه جملته الشهيرة: أنا هكون لكم مكان الطاعون. شخصية النهاردة هو الإمبراطور الطاغية كاليجولا. فصل على النبي وهات لك كوباية شاي كده وركز معايا. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة على الماشي. كاليجولا واللي اسمه الحقيقي جايوس يوليوس قيصر، أيوة هو من الأسرة الملكية، وجده يبقى الإمبراطور يوليوس قيصر، وابن عمه هو الإمبراطور نيرون اللي عزف على حريق روما، وكنت عملت عنهم حلقات قبل كده بس انت مش متابع. كاليجولا كان قبل ما يبقى إمبراطور كان بيحارب في الجيش الروماني، حتى انه أخد اسمه من الجنود اللي كانوا معاه، يعني هما اللي سموه كاليجولا، واللي معناه بالعربي الحذاء الصغير، وده علشان كان سنه صغير لما انضم للجيش، فأمه صنعت له جزمة صغيرة على مقاسه. ونروح للجزء الأول في حياته وهي طفولته المعذبة. المؤرخين بيقولوا إن الإهانات والعذاب اللي شافها في حياته وهو صغير كانت السبب في إنها تحوله لوحش بعد كده لما أصبح إمبراطور، والعذاب ده كان أوله لما الإمبراطور اللي قبله اللي اسمه تايبيريوس قرر إن هو ينفو أمه وأخوه نيرو ويسجن أخوه التاني ديروس بتهمة الخيانة. والسؤال هنا هو تايبيريوس ده عمل كده ليه؟ قالك علشان امه اللي هي اغريبيانا دي تبقى حفيدة اوكتافيوس اللي هو اول امبراطور روماني، وبالتالي اولادها ممكن يطالبوا بالعرش. ومش بس اولادها، ده كمان جوزها يقدر يعمل كده اللي هو ابو جايس او كاليجولا. وبالمناسبة ابوه اسمه جريمانكوس او جريمانكوس، الله يعني الاسماء غريبة شوية. واللي يقال ان تايبيريوس كان خايف منه جدا لدرجة انه قتله في سوريا، ومنع بعدها اغريبيانا انها تجوز تاني علشان يريح دماغه نهائي من فكرة ان حد ينافسه في الحكم. اما كاليجولا اللي تقريبا يعتبر الذكر الوحيد اللي اتبقى في عيلته بعد موت اخوه في السجن واخوه التاني وامه في المنفى، فكان عايش مع تايبيريوس زي الاسير، متراقب طول الوقت من الجنود اللي حواليه، لان تايبيريوس خاف يعمل ضده اي انقلاب او ينتقم منه بعد كده بسبب اللي عمله في عيلته، وقدر يثبت لكل اللي بيراقبوه وبالتالي لتايبيريوس انه لا يمكن ينقلب عليه، حتى ان هو عمل اتفاق مع احد المسؤولين علشان يحسن دايما من صورته عند تايبيريوس، ويعرفه ان كاليجولا تحت طوعه وما بيفكرش في الانتقام ده نهائي. والحقيقة ان كل ده كان بيشجع تايبيريوس انه يخلي كاليجولا ولي العهد بعد ما يموت. وفي اللحظة دي وبمجرد ما اعلن تايبيريوس عن نواياه، جه المسؤول اللي كان متفق معاه كاليجولا وخنقه بالمخدة. وناس تانية بتقول ان كاليجولا بنفسه هو اللي عمل كده علشان ياخد الحكم. ونروح للجزء الثاني، الامبراطور كاليجولا. وبمجرد ما مسك كاليجولا الناس كلها استبشرت خير، خصوصا ان هو ابن جيرامينكس اللي كان بيحظى بشعبية كويسة في روما، وكمان الناس ما صدقت خلصت من حكم تايبيريوس اللي كان فيه ظلم واستبداد. وفعلا كام شهر كده كان كاليجولا ماشي حلو فيهم جدا، عمال يدي في مكافآت للجيش علشان يضمن ولائهم، وكمان يقرب الناس الكويسة من الحكم علشان يستفيد منهم والإمبراطورية الرومانية كمان تستفيد. يعني زي ما قال المؤرخين كده، كان أول كام شهر دول جنة بالنسبة للرومان. ولكن اللي حصل بعد كده إن كاليجولا ركبوا الغرور والعنجهية، وكأنه حب يعوض سنين الذل والمهانة اللي شافها على ايدين تايبيريوس، وده طبعا على حساب الشعب الروماني. وفعلا بدأ كاليجولا يفتري في الوقت ده، وكمان اعتقد ان هو اله ويقدر يتحكم في كل حاجة وان هو يقدر يمتلك كل شيء. وعلشان يثبت نظريته دي قرر ان هو يقفل مخازن القمح والحبوب وحرم الشعب من الاكل ودخلهم في مجاعة مات فيها ناس كتير جدا. والأسوأ من ده كله ان هو كان بيستمتع جدا بأخبار المجاعة دي، وكان بيتلذذ كمان وهو بيشوف شعبه بيتعذب من الجوع، وقال ساعتها جملته الشهيرة: انا هحل محل الطاعون. وده لانه كان سعيد قوي بفكرة ان هو بس اللي يقدر ينهي المجاعة دي بمجرد ما يفتح المخازن، وكمان هو اللي يقدر يخليها تستمر طول ما هو قافل على المخازن. والأسوأ من كده كمان لما الجنان ركبه قوي وقرر ان هو يمتلك القمر ويجيبه عنده،
ايوه زي ما سمعت كده يا سيدي. ومش عايز اقول لك ان هو بقى حزين جدا لما فشل طبعا في ان هو يجيب القمر، وحس ان في شيء مش قادر يملكه او يتحكم فيه، والحادثه دي بيبين لك طبعا قد ايه هو اتجنن. بس الموضوع برضو ما كانش جنان وبس، لا ده كمان كان في شويه شر ما لهمش اخر، وده لما قرر كاليجولا انه يجبر الاغنياء في روما على ان هم يكتبوا وصيه بتقول ان كل فلوسهم تبقى ليه بعد ما يموتوا. وهم طبعا عملوا كده علشان خايفين منه وعلشان خايفين ان هو يأذي اولادهم وعائلتهم. وبعد ما الناس دي فعلا نفذت كلامه وكتبوا وصيتهم، بعدها بيروح كاليجولا ويقتلهم علشان يورث فلوسهم. انا لسه هستناكم لحد ما تموتوا، حتى قالها كده على العلن، انا بسرق بصراحه. في الواقع دي مش صراحه، دي بجاحه، وبتدل على مدى التجبر اللي وصل ليه، وان محدش فارق معاه ولا حد قادر يقف قصاده اصلا. لا وخد عندك كمان بقى يا سيدي، لما كاليجولا ده قرر انه يعمل نفسه عيان وبيموت، فطبعا الحاشيه اللي حواليه من المنافقين قعدت بقى تبين له قد ايه هم زعلانين عليه ومش عايزينه يموت. وهم دول برضو على فكره اللي كانوا بيأيدوه في كل مصيبه يعملها، لان هم كانوا بيستفادوا من وجودهم جنبه، ده غير الفلوس بقى السلطة اللي كانت معاهم. بس في اتنين بقى في الموضوع دول افورت منهم شوية، لدرجة ان واحد منهم قال له انا مستعد ان اموت مكانك، والتاني قال له انا مستعد ادفع 100 قطعة ذهبية وترجع بصحتك تاني. وساعتها كاليجولا بيفاجئهم ويعرفهم ان هو كان بيتسلى شوية وان هو زي الفل. بس طبعا يا حلوين لازم تنفذوا وعدكم اللي قلتوا عليه. فبالنسبة للراجل بتاع 100 قطعة الذهبية دفعهم، اهو حتى لو خسر فهي فلوس هتروح وتيجي. اما الدور والباقي بقى على اللي قال ان هو هيموت نفسه علشان كاليجولا يعيش، ده بقى كاليجولا ما سماش عليه وراح قتله علشان الراجل ينفذ وعده. يا راجل ده من كتر ما هو كان جبار وظالم ومفتري، في واحد من الحشية بتاعته كان بس بياخد دواء علشان يتعالج عادي يعني. راح واحد ابن حلال كده من اللي بيحبوا الخير للناس قال لكاليجولا ان في واحد بياخد دواء مضاد للسم علشان لو حبيت تسمه في اي وقت ما يموتش، وده طبعا خلى كاليجولا يغضب جدا. وفعلا كاليجولا ما كدبش خبر وبيقتل الراجل ده علشان بس كان ممكن يضيع عليه متعة قتله بالسم. لا يستحق القتل بصراحة. والمشكلة بعد كده انه عارف ان الراجل كان بياخد علاج عادي مش مضاد للسم ولا حاجة زي ما العصفورة ما قالت له، بس هو ما فرقش معاه. ونسيت اقولك ان كاليجولا كان ما بيرتاحش الا بين الموتى، وانه لو ما قتلش حد بيحس ان هو وحيد، ده غير ان هو كان بيتمنى ان كل سكان روما يبقوا شخص واحد علشان يقطع رقبته مرة واحدة ويخلص. انا لسه هقعد اقتلكوا واحد ورا التاني؟ انا عايز اموتكم مره واحده. وطبعا المنطق ده منطق شخص سادي وسايكوباتي لابعد حد، ويبين لك قد ايه هو كان بيحب القتل زي عينيه. وزي ما خدت بالك كده طول ما احنا بنجيب في سيره الامبراطور كاليجولا مفيش غير كلمه واحده بتتردد وهي كلمه القتل، وتقريبا دي كانت اهم انجازاته كامبراطور. ونروح للجزء الثالث، نهايه الامبراطور كاليجولا. بعد فتره من حكم الطاغيه كاليجولا واللي كانت حوالي 3 سنين، فجاه كده مجلس الشيوخ كان قاعد مجتمع في امان الله، واللي هو بيعادل مجلس الشعب عندنا حاليا. فبصوا كده لقوا خير، اللهم اجعله خير، الامبراطور كاليجولا داخل عليهم المجلس بحصانه، وده طبعا مش حلم ده حقيقه. وطبعا الحركه دي تعتبر اهانه كبيره جدا ليهم، بس في الحقيقه هو ما اكتفاش بكده، لانه اصر ان الحصان بتاعه يتعين في مجلس الشعب ويبقى عضو فيه، يعني يبقى نائب في البرلمان بتاعنا. وده طبعا من وجهه نظر كاليجولا لانه حصان الامبراطور وكفايه ان هو بيركب عليه، وده كفيل انه يخلي راسه براس اي عضو فيهم، لا ده كمان هو احسن منهم. وطبعا المنافقين اللي حوالين كاليجولا واللي بيستفيدوا من حكمه قعدوا يهللوا ويهيصوا ليه ولقراره بان الحصان يبقى عضو في مجلس الشيوخ. واحتفالا بمنصب الحصان الجديد قرر كاليجولا انه يعمل حفله او حاجه زي عزومه كده على الاكل لكل كبراء رجال الدوله علشان يهنوا ويباركوا. هتقولي يهنوا ويباركوا مين؟ الحصان طبعا. لا فوق معايا كده. المهم في الحفله دي بقى اتفاجئ المدعوين بحاجه غريبه جدا، وهي ان الاكل كان محطوط على اطباق من ذهب. يا سيدي طب ايه هو الاكل؟ الاكل كان عباره عن تبن وشعير، وقال لهم نصا كده انه شرف كبير ليهم ان هم ياكلوا من التبن والشعير بتاع حصانه في حفله توليه لمنصبه الجديد في مجلس الشيوخ. يا كلاب، لا الكلاب دي من عندنا معلش، اتحمست شويه. وفعلا بعض المدعوين بداوا ياكلوا من التبن والشعير، اما خوفا من اللي كان ممكن يعمله
الرجولة فيهم لو رفضوا أو عشان هم منافقين وبيستغلوا سلطته كإمبراطور. لكن من وسط المدعوين واحد اسمه براكوس كان راجل من رجال الدولة واللي شاف إن اللي بيعمله كاليجولا ده زاد عن حده وبقى إهانة لكل شخص في روما، وعلشان كده رفض إن هو يأكل معاهم. وهنا بيغضب كاليجولا وبيقول فيما معناه: وإنت مين علشان ترفض إن إنت تأكل من أكل بأكله للحصان بتاعي؟ وبسرعة بيصدر كاليجولا قرار بتنحي براكوس من منصبه وتعيين الحصان بتاع كاليجولا مكانه. يعني لحد دلوقتي ما شاء الله الحصان واخد منصبين، حصان رزقه واسع. بس الحقيقة الموضوع اتجنن براكوس أكتر، فراح قالع الجزمة بتاعته وحدفها في وش كاليجولا وقال لكل اللي قاعدين: يا جماعة صوروا لكرامتكم، هو لحد امتى هنفضل تحت رحمة جبروت كاليجولا؟ وبعدها ما تقولش براكوس بكلامه ده حط جاز على النار، والناس فعلا كلها كانت مغلولة قوي من اللي بيعمله كاليجولا، فكلهم اتشجعوا وفضلوا يحدفوه بالاطباق اللي قدامهم. وبعد كده قاموا كلهم مرة واحدة وهجموا عليه وقتلوه. لا وكمان قتلوا الحصان بتاعه. يا اخوانا والله ما عملش حاجة. المهم بمجرد ما الشعب عرف ان كاليجولا اتقتل طلعوا في الشوارع وقعدوا يكسروا في التماثيل بتاعته، ما هم شافوا منه كتير. ودي كانت نهاية الطاغية كاليجولا اللي بدأ حياته كحذاء روماني وانتهت حياته برضه بحذاء روماني، وما بين الجزمتين حياة كانت مليانة بالقتل والعذاب والأهوال. ولكن في الآخر لكل ظالم نهاية، وكلنا شفنا أمثال ككاليجولا كتير جدا من قادة وحكام في بداية حكمهم كانوا محبوبين جدا وعادلين، ولكن مع الوقت جنون العظمة بيتملك منهم وبيكونوا هم الطاعون اللي بيضرب بلدهم. واكتب لي في التعليقات من اكتر حاكم شفته بيشبه كاليجولا في العصر الحديث. مستني ردكم تحت في التعليقات. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، وما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، واستنونا الاسبوع الجاي في قصة جديدة وبرنامج قصة عن ماشي. وفي الاخر ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويقويهم على ما بلاهم ويرحم شهدائنا وشهداء المسلمين جميعاً.